العياري هذا يا اي هذا العياري اقدم واحد في السوق هذا الزرس اسمعني عياري يا عياري هيا جاي جاني عياري جاني تفسر له صحيح به انا العياري انا نعرفك قديم برشا ونعرفك تبيع في الصبابط وتدور بيهم للقاوي وللعباد كنا صويولة امال به باش نسالك سؤال وجاوبني باختصار تو في الخدمه ذي قاعد تعكعك الحمد لله اموري هاني يا ولد لاباس والله نقلع نهاري بسير ومستور ومستور هاي يا خويا الحمد لله يا ربي لا يكذب عليك لا عندي ديماكس حتى بهيمه ما عنديش انا والله نشعبت في الكيران والرسكي حتى في المترو هاي جدي اختي كل شيء تو عندها زي 10 سنين ولا 20 سنه ما خلصهاش تو 13 شرشي لا 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 اموري هاني والله لا والله ما سارها والله سارها والله هي تكذب قالوا لي تسكن في ها ولد عوب ها خويا حرس انا منوش تبيع بكل بلاصه بلاصه قالوا لي يسكن في حي راقي في المرسى والله ما سارها يكذب عليك لا لا ها هو من الحي ها ولد عوب حي وزوين حرس هو يطلع بالكار ويعرف وهذيك خدمته قديم يعني والله ما سارها لا في المرسى لا ابو سلس لا ودي لا لا باش يتبلى عليك الراس العياري والله ما سارها هذه الهوة مضروبة اسمع كنت انا ماشي هذا قلبه يرحي عليا يا طويل وقد ايه نهارك لهنا طويل 200 300 كيفاش ما بعتلوش سبادري ما عشراش ما عندي وعملتلوش هرميز هذاك علاه شميت معناها امور شميت حبي يغوص سبادري ما حبش يبيع له باهي باهي عياري توا انت كي تشري صبابط وسبادريات تفهمها سينيي ولا لا؟ بالطبيعة كيفاش عرفها سينيي؟ نعرف الاوريجينال ونعرف السينيي ونعرف كان طول عمره يقول لك عمره الكل في السياسي ما يعرفش يقول باه اكيد تعرف في توا كارير اما باز عقبوها باز عقبوها عليك قبل ها عقبوها عليك مره اثنين عقبوها عليا مره اثنين عندك سلعه شنو قالوا لك وانا عقبها عليهم 10 و100 مره ما يمثل مردوده هكاك هو مالا شنو كما تدين تدانك هو ما كلوا وكل كيما صار عليا كيما صار على غيري مره انا باهي دي ماكس عادي كده شنو يتعور فيهم والله عندي وجه ربي والله باهي عياري تو عملت دي ماكس عملت دار عملت حتى شيء باص راكد على الملايين في البنك والله ما صار عندي زوج صور ديال في مكتوب يا انا نسخت منها والله والله ماني مخبي حتى دوره لا في البنك لا في حي الخضرة دي ماكس زو بيه والله تم لبام ربي وصلت نهارات عندي شقاخه انا نخبي فيها ترفض فلوس دور لي الكاميرا اي تتعبى كشقاخه اي تطيح بيا يطيح الدولار تكسر الشقاخ نعم لك كبار ننزل عليها نجبد نسيبها نصرفهم والله يدي هو اللي عندي عليك عندك التراب عندك الكر هولندي اقل شيء اقل شيء هذا بون هذا اقل شيء عنده 5000 4000 دجاج هذاك اي و3 150 بقره هولندي يتايعوا بي 40 متر باهي عياري عياري اي اي باهي عياري باش نسالك باش نسالك يحسوا فيك انت على سبادري 1000 هكتار ولا 12 متر هكتار التراب عياري باش نسالك عياري تو انت عندك سنين تبيع في الصبابط تخلص في القباضه في التي في ولا لا دعات شكون؟ انت لا لا نخلص لا ودي لا نخلص لا ودي تو في القانون الجديد راهو كل شيء يخلصوا عليه لا ما خلصش يحسبوا لك 10 20 سنه خدمه تخلص ما ها كماندا بارير لا خلص لا يا سيدي عندك تهرب ضريبي عياري والله ما خلصها الحمد لله ما كان يهبط عليك الفيسك اش تعمل كيفاش يهبط عليك الفيسك جماعه القباضه جماعه مش فيكس يهبط عليك القباضه القباضه يحسبوك 30 سنه تبيع في الصبابط ويهبط عليك بملايين يقول لك لازم تخلص تحكي على لوسي الله يعفو لا نسلكها معاه نسلك والله نجيب له لغه اللي يبكشوا بها والله ما خليه يتكلم هذه عندي سنين الله من اللي خلقني ربي تو عمري 67 سنة منها ب 50 45 سنة أقل شيء 45 سنة تخدم كان صبابط ولا تخدم حاجات أخرى؟ الفريب سبدريات صبابط بس حتى قربش في راي نخدم أنتيكا هذاك المهم تجيب نهارك الحمد لله نقلع نهاري بسيب حول الله باش نسألك سؤال عياري تو أنا ريتك تبيع في صبابط وصبابط ثم الباهي ثم الخايب تاع الشتاء وتاع الصيف انت تغني ب 40 و 50 صبات ومن بعد الراك تبيع فيه ب 10 و 12 كيفاش؟ ساعات تجي صبات قلت كنت... انا حاضر حاضر في قهوة تلمت الحباب طلبتها 40 باع وشرى معاك شراها ب 15 14 حاجة هكا قال له بيع بس بيع قال له كل شيء بالحاضر ها يا سيدي ها هو
هذه نصبة العياري. غنى عليه 15 مولاي شاريه ب 10 ب 9000 برك. والله ب 9 شاري 11 كعب على 9000. قداش تبيعهم؟ دينار 2000 نبيع. هاي نسخنا عاد. ايه عياري تو انت تبيع وحاشين في شكاره هون صبيهم. لا لا تو سلعت شي بيع في رواد انا ونمشي لحي شاكر ونمشي للقلعه قلعه لندلس ما لا وينك شغل شق ودق وكاكا هو. لا 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 ودريانا انا ودريانا انت ما تبيعش في الاسواق تدخل القاوي عندك ليونات وعندك عباد معينه. قاوة سيسيليا قاوة لمبة الحباب قاوة الشادلي هذا شربوع وجماعه الكل كل فرتو باه صارت لك شي مشكله معك اليوم شرا صبات وش قال لك رجع لي هي صارت هي شنو عملت هي نبيع في جديد شاري لوكازيون في راي هذا شاريه ب 10 ولا ب 15000 علاش معامل مالا يفوت مكازا يعمل 100 150000 300000 حبها سمينه ما تعرفش السعير هو. كيفاش اخترت الخدمه هذه انت معناها؟ من اول الدنيا من اللي خلقني ربي وانا في الخدمه هذه. في الصباب. اي وانا فوق هذا ودونه الخدمه هذه علمها لي الشيء بابا الله يرحمه. الله يرحمه. توفى معناها بالوراثه. اي توفى. الله يرحمه. هو كان دور الكاميرا هو بيه. كان ملاخ يملخ في الصبابط. أي. ويخرج اللي عند راهم والسالم ويخرج صبابتي. انا وحدي. لو ابوك علمك الله يرحمه وعندك سنين الله قعدت تبيع من قهوه القهوه علاش ما خممتش تطور تعمل حانوت فريب فريب ديليكس تو الوقت تبدل فريب ديليكس كرا الحانوت يا سيدي بزيدي بمليون ومليون ونص بابا ما يجي يجيبها الخدمه هذه بتنصور بها مليون انا مليون للزملايين مالا جماعه فريب ديليكس كيفاش عاملين؟ هذاك بايعين التراب عندهم البقر عندهم عندهم الباكو لاباس عليهم انا زوالي يا بابا.